من أجمل الحاجات اللي ممكن نعملها في وقت فراغنا هي ممارسة الرياضة. حاجة جميلة تساعد على بناء الجسم، تخلي البني آدم يركز بشكل أحسن، وبتجمعنا مع بعض لو كانت اللعبة دي أو الرياضة دي لعبة جماعية. وكمان مفيش مشكلة خالص إن احنا نشجع ونتبسط بالناس اللي بتلعب حوالينا وبيحققوا إنجازات وبيعملوا حاجات حلوة، ولكن التشجيع ده ممكن ياخدنا في حتة مظلمة هنعرفها النهارده.